والله يا جماعة أنا من أمس لليوم فعليا ما أدري إيش اللي صاير. تسريبات سواء كان للعبة جي تي إيه بجزءها السادس أو حتى للعبة بولي وآخرها حتى عندنا فورتنايت وكمان كول أوف ديوتي في هذا الوقت، عشان كذا تأخر المقطع بكل بساطة. غير طبعا إنه في لعبة من فترة عجبتني من أول بشارككم إياها، أشارككم بعض التفاصيل لها لأن بكل بساطة أحس إنها تهدد عرش لعبة جي تي إيه لو فعلا طبقت زي ما هي. فخليكم مع المقطع عشان تعرفون التفاصيل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوطين. طلب جدا بسيط، حتحصلوا رابط المقطعين. للأمانة المقاطع هذه او النوعيه هذه خاصه الجيم بلاي اللي فيها لعب كثير زي البث اللي صار قبل كم يوم، بنحاول فيه نضيف شيء في القناه، فاتمنى شيء يكون رابطين عندكم لمقطعين تعطونا ملاحظاتكم اذا كان في اي ملاحظات، واشتركوا كمان في قناتنا على تويتش. حاليا قبل ان نبدا الاشتراك واللايك والأهم من هذا كله طبعا نشر، خلونا نبدا. تقرير جديد انتشر من جريدة خلينا نقول وول ستريت، تكلموا فيه على انه توجهات سوني في الفترة الجاية حتركز على الالعاب اللي هي تربل اي. اللي مو عارف ايش هي العاب تربل اي، اللي هي النوعية اللي تكون قوية، خلينا نقول زي مثلا جاد اوف وار، ريد ديد ريدمشن، حصرياتهم الخاصة زي انشارتد وغيرها من الالعاب المشهورة، وحيسوقوا للجهاز بهذه الالعاب وحيقللوا تركيزهم نوعا ما في الالعاب خلينا نقول العاب المستقلين او الاندي اللي كانت الفتره الاخيره خلينا نقول احد الاشياء اللي ركزوا عليها سواء هم او اكس بوكس. ففي الجيل القادم لا، حيركزوا على الالعاب اللي طبعا تعتبر تربل اي او تكون تكلفه تطويرها جدا عاليه كنوع من انواع التسويق لهم. وطبعا لما يركزون على الالعاب هذه على حد تعبيرهم هم كذا بيركزوا على فئه معينه من اللاعبين مختلفة كليا عن الناس اللي بتحب العاب نينتندو سويتش اللي يشوفون ما هو منافس لهم في هذه الفئة بالتحديد من اللاعبين، او خلينا نقول الهارد كور جيمر او الجيمرز اللي يهمهم الجودة في الالعاب من جميع النواحي، من ناحية الجرافيكس، القصة، الامور هذه. المهم هذا توجه سوني بكل بساطة، فشايفين مايكروسوفت ممكن اقرب منافس لهم. بالنسبة لجوجل ستاديا بيشوف انه ممكن مو الان ينافسونه، ممكن مستقبلا خاصة مع الخدمات السحابية او التكنولوجيا اللي قاعدين يستخدموها، وفي الوقت الحالي على حسب التقرير ما هو ذاك الخطر عليهم بقد مايكروسوفت. طبعا كمان اوضح انه مو معناته اذا كانوا بيهتموا بالعاب التربل اي حيهملوا العاب الشركات المستقلة او الطرف الثالث خلينا نقول، لا مو اي شركة، في العاب معينة حيكون عليها التركيز وحيحاولوا على قد ما يقدروا يكسبوا انهم يخلوها حصريات مؤقتة. هنا بنتكلم عن شركات زي مثلا اي اي، اكتيفيجن، 2K وغيرها من او تيك 2 وغيرها طبعا من الشركات الكثيره، فهذول عندهم عناوين بارزه ومهمه ولها تاثير، فيحاولوا على قد ما يقدروا في الجيل الجاي انهم يسوقون لاجهزتهم بانهم ياخذون حصريات مؤقته من عندهم. والان مع اخبار سريعه. واخيرا تم الاعلان عن موعد صدور خدمه اي اكس على اجهزه البلاي ستيشن 4 بيوم 24 يوليو او الموافق شهر 7 القادم. طبعا حتكون تكلفه الاشتراك في الخدمه للاكس بوكس 1 اللي تبلغ 5 دولارات للشهر الواحد او 30 دولار للسنه الكامله، ونفس الشيء حيكون طبعا الوضع مع البلاي ستيشن. اللي مو عارف خدمه اي اكسس، بمقابل هذا المبلغ حتستفيد من عناوين كثير من شركه اي، زي عندنا باتل فيلد، فيفا او مادن واواي اوت وغيرها طبعا من الالعاب الكثير. الكشف عن العاب شهر يوليو لجهاز الاكس بوكس، بحيث انها كشفت مايكروسوفت عن لعبتين لجهاز الاكس بوكس 1 اللي هي لعبه انسايد وسعرها الاصلي 20 دولار، ولعبه عندنا بيج كراون شو داون واللي سعرها الاصلي 13 دولار، بالاضافه للعبتين من الاكس بوكس 360 مدعومه بتقنيه الباكورد كومباتيبلتي، واللي عندنا لعبه كاستلفينيا بسعرها الاصلي 10 دولار، وعندنا لعبه ميت ذا روبنسون سعرها الاصلي 20 دولار. تسريبات بالجمله لعبه فورتنايت واللي بتوضح لنا التحديث الجاي شكله حيكون عن روبوتات، بحيث توضح لنا الصور انه فعلا في شيء قاعد يصير من ناحيه الروبوتات، بس مو واضح فعليا دور اللاعبين في هذا كله، وهل هو عباره عن روبوتات حيكونوا كذا بس موجودين في الخريطه ولا حيكون لهم تاثير على عالم اللعبه واللاعبين بشكل خاص. كلنا عارفين انه في الفترة الأخيرة سمعنا كلام كثير انه لعبة مودرن وارفير القادمة من سلسلة كول اوف ديوتي ما راح يكون فيها طور الباتل رويال، لكن أحد اللاعبين اتوجه بسؤال لأحد مطورين اللعبة في تويتر وكان رده بكل بساطة نو كومنت، يعني لا تعليق، وهذا خلى الأغلب يتكلم شكله في باتل رويال، خاصة بعد ظهور تسريب جديد بيقول انه الباتل رويال في لعبة مودرن وارفير احتمال يوصل ل 200 لاعب، وبعض الكلام وصل إلى 150 لاعب، اي ضعف العدد اللي تعودنا عليه
في آخر باتل رويال مسلسلات كول أوف ديوتي بلاك أوبس. هل ما زلتم متحمسين لفكرة الباتل رويال في مودرن وارفير اللي محركة الحال واشتغلوا عليه تقريبا 5 سنين واللي واضح أنه حيستمر حتى للجيل القادم؟ واجب ذكر اللعبة حيتم إصدارها في يوم 25 من شهر أكتوبر لهذا السنة على جميع أجهزة المنصات المنزلية بما فيها الحاسب الشخصي. إعلان جديد للعبة هانت شو داون بيعلنوا فيه عن صدور اللعبة وبشكل رسمي على أجهزة الإكس بوكس ون والحاسب الشخصي في يوم 20 من شهر أغسطس من هذه السنة. هتكون قيمة اللعبة $40 وحتتباع نسخة البلايستيشن 4 إن شاء الله خلال هذه السنة في وقت لاحق. إن شاء الله حتشوف لها مقاطع في القناة. للأسف خبر محبط للناس اللي كانت تنتظر لعبة تايتن فول بجزء جديد وهذا بيرجع لي سبب صرحوا فيه في موقع جيم انفورمر بالتحديد مع رئيس استوديوهات ريسبون فينس بحيث انه وضح نجاح لعبة ايبكس ليجند خلى تركيزهم وقوتهم ومواردهم كلها تتركز على لعبة ايبكس فقط فبالتالي تأجيل كل شيء للعبة تايتن فول بالجزء القادم. لازلنا مع لعبة ايبكس ليجند هذه المرة مع التحديث القادم اللي حتكون اول شيء شخصية جديدة متواجدة فيه واللي اسمها ويتسون بالاضافة لعالم اللعبة اللي صار ديناميكي وتفاعلي اكثر من ناحية الوحوش اللي قاعدة تتحرك في منطقة كينجز كانيون. لا ننسى كمان اعلنوا عن موضوع الباتل باس واعلنوا كمان عن نظام الرانك فواضح ان اللعبة فيها امور جدا كثير قاعدة تتغير في الفترة الاخيرة فحنشوف كيف حيصير شكل اللعبة. الكشف عن حجم لعبة سايبر بانك واللي تخيلوا يوصل الى 80 جيجا بايت على الاقل. الموضوع غريب للامان خاصة ان اللعبة لسه ما خلصت وحتنزل على السنة القادمة بالتحديد في يوم 16 ابريل اللي وافق شهر 4 من سنة 2020. هل في مساحة كافية عندك من الان؟ واخيرا شركة روكستار جيمز تعلن عن اقتراب اعادة تعيين مظهر الشخصية اللي طالب فيه اغلب اللاعبين طبعا بدون تحديد وقت او تاريخ معين لهذه الميزة اللي طالما طلبوها اللاعبين في الفترة الاخيرة. طبعا موضوع التعديل على شخصيتك ما راح يأثر على تقدمك في اللعبة او حتى على فلوسك او على شخصيتك او الليفل او من الامور هذه كل حسب بكل بساطة انه حتعدل وجه شخصيتك. ننتظر تفاصيل اكثر خلال الفترة القادمة. طبعا الواجب ذكره كمان اضافوا ملابس اضافوا تحديات جديدة غير الفاس اللي كان حصري على البلاي ستيشن نزل على الاكس بوكس. طبعا هذا الموضوع صار دوري وكل يوم ثلاثة تقريبا في تحديث جديد بنوافيكم دائما بكل جديد في موقعنا bga4a.com. تخيل لو قلت لك في لعبة تقدر تبني المدينة من الصفر الى ما تصير مدينة يعني صحراء تبنيها تصير مدينة وبعد كده تحولها إلى مكان كبير أو مدينة كبيرة يجمعوا فيها اللاعبين وكل شخص في المدينة هذه عبارة عن لاعب سواء اللي يبيع في البقالة سواء الموظف سواء اللي بيوزع الاتصالات في مركز الشرطة سواء مدير مركز الشرطة العمدة كل شخص أو كل حاجة بتتحرك تعتبر بشري أو إنسان هو عبارة عن لاعب أونلاين. هذه هي بكل بساطة فكرة لعبة راو. طريقة الإخراج والمونتاج للتريلر اللي شاركونا إياه للعبة اسمها راو صراحة واضح إنه لما سات روك ستار أثرت عليهم حتى بطريقة إخراجهم للعبة وانعكست عليهم داخل اللعبة. طبعا اللعبة ما زالت في موقع كيك ستارتر فكرتها بكل بساطة زي ما قلت إنك أنت من البداية تقرر إنك تسوي مدينة وبعد كذا مع اللاعبين تتساعد وتبدو تسوي المدينة هذه. أمور كثير حتأثر على اللعبة في ناس ممكن يلعبوا بدور حرامية في ناس ممكن يلعبوا بدور شرطة في ناس ممكن بس حابين يستمتعوا ويكون معاهم فلوس وبيوت وأمور وهذه الأمور كلها كانت واضحة في التريلر. صراحة ودي أتكلم أكثر عن عالم اللعبة لكن حياخذ مني وقت جدا كثير فإذا حابين نسوي مقطع منفصل نتكلم عن عالم الألعاب المفتوح وش الأشياء اللي ودنا نشوفها خاصة إنه GTA 6 الكلام عنها كثير في الفترة الأخيرة. طبعا اللعبة إذا بتسأل متى حتنزل من المقرر أنها تنزل على الأجهزة المنزلية بما فيها الحاسب الشخصي خلال السنة القادمة. حاليا في موقع كيكستارتر حجمع لكم معلومات وصور ومقاطع لها أكثر وشكلها حسوي لها مقطع كذا خاص وصراحة فكرتها جدا جميلة لكن في أشياء أنا خايف منها للأمان للأمانة ما أعرف إيش اللي سير خلال اليومين هذه اللي راحت بالذات اليوم وهذا سبب تأخير المقطع بشكل أساسي لأن حبيت أدمج هذه الأخبار مع بعض. كل العيون قاعدة تتركز على روكستار في الفترة الأخيرة وخاصة مع التسريبات اللي قاعدة تطلع آخرها لعبة GTA 6 وبعدها كمان فجأة كده لسه أنا قاعد أقرأ GTA 6 فجأة طلع لي كمان موضوع لعبة بولي فراح نبدأ بولي لأنه له علاقة بGTA 6 في نفس الوقت وحقول لكم عن الموضوع كامل بعد ما ننتهي كرأي شخصي. طبعا بالنسبة لخبر بولي كل الكلام طالع من الفترة الأخيرة في موقع ريدت من أحد الأشخاص اللي يدعي أنه ماخذ المعلومات من مواقع إخبارية كبيرة بدون
بالتحديد انه الجزء الجاي حيكون مع نفس البطل ونفس المؤدي الصوتي لبطلنا جيمي هوبكنز. وهنا الموضوع يصير شوية غريب للأمانة، لأنه هو بيقول أحداث حتصير في الجامعة، يعني ما عاد شغف في مدارس حيصير شغف في جامعة. لكن الغريب في الموضوع أكثر نفس المؤدي الصوت اللي اسمه جيري روسنثال، أتوقع أنه طلع في بث إذا ما خاب ظني أو مقطع فيديو أو حاجة زي كذا كأني شفته في الانستغرام، أتكلم على أنه أصلاً روكستار، يعني الكلام ده تقريباً قبل 3 شهور على أي حال، أنه ما حتكلموا ترى من روكستار جيمز على لعبة بولي، ولا حتجب له سيرة ولا أي حاجة، ويتمنى أنه يقوم بدور شخصية جيمي ثاني مرة. فتحس أن الموضوع شوية غريب، يعني كلام كثير طالع عن بولي الفترة الأخيرة، وفي نفس الوقت المؤدي الصوتي بيقول لك ما حد كلمني، ما أعرف هي تصريفها منه وفعلا ما في اللعبة ومجرد بس كلام فاضي كان يصير الفترة الأخيرة، ما أدري للأمانة. نيجي لجي تي اي 6، طبعا جي تي اي بجزءها السادس جاي على إشاعتين، خلينا نقول في إشاعة صراحة مصدرها جدا قوي، في إشاعة سوت بلبلة جدا قوية في الفترة الأخيرة، لكن يعني لك ولك في النهاية عليها. خلينا نبدأ أول شيء بالشيء اللي موضوع. طبعا بالنسبة للخبر الأول عن لعبة جي تي اي 6، إنه في إشاعة طالع توجهات روكستار في الفترة الجاية بالنسبة للعبة جي تي اي 6 حتكون مشابهة لحد ما اللي شفناه في لعبة ريد ديد ريدمشن من ناحية الشابترات. كلنا عارفين لعبة ريد ديد ريدمشن إنه كشابتر، يعني خلنا نقول بتغلق مرحلة وبعد كده أو بتغلق شابتر، بيكتب لك شابتر 1 بعنوان معين، بعد شابتر 2 بعنوان معين. هذا اللي حيصير في لعبة جي تي اي 6 لكن بشكل واضح، لأنه هذا شيء ما تعودنا عليه قبل كده في لعبة جي تي اي. العادة تلعب وتفكوا لك مدن وانتهى الموضوع. الشيء الثاني اللي حيصير معاك انه حتلاحظ انه فعلا في اشياء قاعدة تتغير في عالم اللعبة، من ناحية المباني، من ناحية الاشياء هذه اللي احنا لاحظناها كانت موجودة في لعبة Red Dead Redemption 2 برضو، بحيث انك مثلا في الشابتر لو بتلاحظ انه مثلا سكة قطار مبنية الى جهة معينة او بيت مبني الى نقطة معينة، لكن في الشابتر الثاني والثالث يبدأ المعالم توضح أكثر وسكة القطار تبدأ تكون أطول وتوصل لمكان كمان أبعد. هذا اللي بكل بساطة كان يصير في لعبة Red Dead Redemption، فنفس الموضوع حيتكرر كمان في لعبة GTA بجزءها السادس. مباني ممكن في الشابترات الأولى ما تنبني أو قاعدة تنبني معليش، بعد كده بتلاحظ أنها صارت مبنية كاملة على حسب الشابترات وتقدمك في اللعبة. لكن ما اتوقع انه حيكون طبعا له علاقة بانك ممنوع تروح الاماكن هذه، ممكن زي ردة تروح محل ما تبغى ما عدا كان بلاك ووتر ممنوعة، ففي الغالب هذا اللي حيصير. التسريبات الثانية جاية من شخص يدعي انه عنده مصادر سواء من موقع كوتاكو جيمز او بي سي جيمرز، عشان كذا الخبر شوية كان له تأثير في الميديا بشكل اقوى حتى من الخبر اللي قبله، رغم انه اللي قبله اللي انا كلمتكم عليه حاليا برضو مصدره يعتبر قوي ومسرب المعروف اللي دائما كان يسرب لنا جي تي اي، صراحه ناسي اسمه. المهم الخبر الثاني بيقول انه اللعبه هذه او جي تي اي بدا تطويرها او فكرتها من 2012، هذا الكلام نعرفه من اول، لكن كتطوير بدا فعليا من 2015، وسبب التاخير لانه لا شغالين على لعبه ريد ديد ريدمشن 2 وقتها. اللعبه يقول انها تشتغل عليها كل الاستديوهات، مو استوديو واحد او اثنين، وهذا الشيء متوقع ولا هو يعتبر معلومه جديده. الاسم الداخل للعبه باسم بروجكت امريكا، اسم صراحة مو غريب قد مر عليه قبل كده في التسريبات. حتكون على مدينتين، مدينة فايس سيتي اللي تمثل ميامي، المدينة الثانية تشبه لحد ما ريو دي جانيرو. خلينا نقول انه فكرة اللعبة على كلامه انه مقتبسة من مسلسل ناركوس، تحس ان الموضوع شوية للأمانة غريب ان روكستار تقتبس كده بشكل واضح وعلني، خاصة مسلسل ناركوس على نتفليكس، يعني شيء جديد ما ادري للأمانة. المهم انه التسريب بيقول زي كده احداث اللعبه حتكون في السبعينات والثمانينات، بالاضافه انه اللعبه حتكون زي فكره Red Dead Redemption من ناحيه انه الاسلحه ما تكون معاك، انك انت حتحطها في السياره بعضها وتشيل اللي تحتاجه، زي ما هو بيصير في لعبه حاليا Red Dead Redemption انك تشيل الاسلحه اللي تحتاجها، مو كل الاسلحه ما شاء الله معاك بطريقه ما. شخصيه مارتن مدرازو حيكون له تاثير في اللعبه لانه ابوه حيكون له علاقه معاك بشكل كبير جدا. الأمانة كلام كثير حطوا، يعني شيء يجيب الصداع. المهم موجود عندكم في الموقع، وزي ما قلت الصدمة انه طلع احد الكتاب من كوتاكو جيمز اللي انحط اسمه انه هو هذا اللي سرب المعلومات هذه او قال له، وقال فعليا انا ما كلمته ولا جبت له اي سيرة، فكل اللي انحط عبارة عن فيك او كذب. يب كل اللي قاعدين تسمعوه مني من اول قاعد اقوله عبارة عن فيك او كذب على كلام هذا الشخص، بالاضافة انه للأسف الشخص اللي كاتب الكلام هذا في موقع ريدت شخص عشوائي، ما هو من الناس المعروفين في المنتدى اللي دائما بيحطوا الاخبار او الكلام زي الخبر اللي انا قلته
قبل كذا موضوع الشابترات او الكلام. فتوقيت الاشاع انها جات بعد الخبر اللي انا قلت لكم عليه قبل شويه من المسرب المعروف الجي تي اي، تحس انه كانه اخذ شويه من هنا وشويه من هنا ولخبطهم في بعض ونزلهم، خاصه كميه التفاصيل المعلومات اللي قالها جدا كثيره، من ضمنها انه حتى اللعبه ما راح تنزل على اجهزه الجيل القادم. ما اتوقع انه روكستار غبيه لذي الدرجه، لانه تعرف عدد الاجهزه المباعه حاليا جدا كثير، فممكن تلعب على الحبلين زي ما سوت مع نسخه جي تي اي 5، نزلتها على الجيل القديم والجديد اللي هو الحالي بالاضافه لاجهزه البي سي. المهم بشكل عام صراحه ما اعرف شو اقول لكم، انا ماني مقتنع اذا كان المصدر شويه في انه، ولو انه اقتنعت في البدايه بس لما طلع الكلام او النفي من موقع كوتاكو جيمز بدات اشك شويه في مصدرها. على العموم جي تي اي زي ما انتم شايفين 6، لانه تقريبا ما اعرف كم كل فتره بنسمع كلام واشاعات وكلام كثير عنها، بس كل اللي قاعد يصير في الفتره الاخيره وكلام كثير طالع روكستار شكلهم شغالين على مشروعين، بولي وجي تي اي الجزء السادس، شيء حينزل الان وشيء حينزل شويه مستقبلا. اعطوا رايكم تحت في قسم التعليقات، ونشوفكم ان شاء الله في مقطع جدا قريب. لا تنسون النشر واللايك، ولما هذا كله طبعا تشتركون معنا. كما معكم محمود رامي قناة فيديو جيم فور عرب، مع السلامه. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under, one step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder, and the clouds.